الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات عيد الفطر المبارك. أسأل الله جل في علاه أن يكون عيدا مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالصحة والسعادة والعافية والأمن والأمان والإيمان والنصر، وأسأل الله جل في علاه أن يعيده أيضا علينا بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت. إحنا زي ما ذكرت لحضراتكم قبل كده، قلت لحضراتكم أن إحنا عملنا في شهر رمضان المبارك برنامج رائع وجميل نسأل الله له القبول، هو برنامج قرآن الفجر، وكان برنامجا بفضل الله متميزا. الحقيقة تعبنا فيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما خيبش تعبنا وجه تعبنا فايدة، لأنه احنا بنتكلم في القرآن، فالقرآن ده يعني أهل القرآن هم أهل الله وخصته، ولذلك اللقاء معهم بركة، القعدة معهم بركة، وأنا أعلنها للجميع أنني أحب أهل القرآن في الله، وأنا خادم لجميع أهل القرآن سواء في مصر أو العالم العربي والإسلامي. في أولى فقرات هذه الحلقة معايا أخي وحبيبي وشيخي فضيلة القارئ الشيخ أحمد شعبان، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلام. نورنا مولانا. ربنا يديك الصحة محمد، كل عام وانتم بخير. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يجعل عيد سعيد على أمة المسلمين جميعا وأمة يا محمد يا رب، ويفرح المسلمين جميعا يا رب، ويجعل مصر بخير يا رب. اللهم آمين. وجزاكم الله خير على هذا العمل الطيب الفريد من نوعه فعلا، الحمد لله. يعني هذا العمل ما تعملش قبل كده، بس صراحة يحسس ان بشهر رمضان بروحانيات رمضان فعلا، الحمد لله، وروحانيات الفجر فعلا. الله. فربنا يجزيكم خير عن هذا العمل، الحمد لله، ويجزي الدكتور محمد حسان والاخ محمود والعاملين على هذا القناه كلها بالخير والسعاده يا رب. بيحبوك والله، يعني ربنا يجزيهم خير عن اهل القران. انا يعني اولا انا بشكرك كثير جدا على حسن الضيافه، وانت يا اخويا طبعا انت على دماغي اسمح لي، متعودين منك على كده. ربنا يجزيك خير عن اهل القران وعن تعبك يا رب. داخلين عندك بيتك كتير، ربنا يديك الصحه، ده بيتك اسمح لي، وعارفين حسن الاستقبال وحسن الضيافه، ده بيوتكم كلها يا رب. وبنشكر اختنا الفاضله الزوجة الفاضلة الأخت أم عبد المنعم، ده بيتك يا ربنا يخليها لك، ربنا يكبر خاطرك، ربنا يديك رب. ربنا يكرمك، وإبراهيم والبنات ربنا يكبر خاطرك، ربنا يبارك لك في أولادك، ما أولادك يا أستاذ محمد. طبعا طبعا يا حبيب، ربنا يبارك فيهم. إن شاء الله تقرأ لنا إيه كده في البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا. جاعل الملائكة رسولا. الله الله. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الله يفتح عليك إن شاء الله، الله يفتح عليك. يزيد في الخلق ما يشاء. يا عين
صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء قدير. الله 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 الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله 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 ان شاء الله. الله يفتح عليك. فلا ممسك لها وما فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله 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 افتح عليك ان شاء الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله الله ما شاء الله. فلا ممسك لها وما يمسك فلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الحمد لله الله الله الحمد لله رب العالمين. يا بسم الله ان شاء الله موفق او بسم الله ان شاء الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ان شاء الله. الله يفتح عليك تفضل. لا اله الا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله الله سلاسل ذهب والله. ربنا يستر. والله سلاسل ذهب طلع كده من الفم الصالح ده. بسم الله ما شاء الله. يعني فم كده معطر بالقرآن والله وقلب طيب. الشيخ احمد ما عهدنا عليك الا الطيبه والكرم وحسن الخلق ما شاء الله عليك انت واسرتك الكريمه كلها. الله يبارك فيك. ربنا يفتح عليك ويوسع عليك يا حبيبي. ربنا يبارك لك.
وعايز أقول برضو للسادة المشاهدين إن هذا ليس بجديد عليك، فأنت من بيت قرآن يعني. الحمد لله. يعني مولانا رحمه الله الوالد الحبيب فضيل الشيخ إبراهيم شعبان كان أيضا قارئا معروفا للقرآن الكريم. هو اللي علمك الشيخ أحمد؟ هو الفضل الكبير لربنا سبحانه وتعالى، هو بعد ربنا سبحانه وتعالى، لأنه طبعا هو الأب، هو اللي وجه وهو اللي ودانا، يعني ودانا رحت المكتب في الصغر، بس كان يعتبر هو صاحب الفضل في المراجعة في كل حاجة وفي تثبيت القرآن، لأني كنت بمشي معه صغير برضه في الصغر، فكنت بسمع منه وبراجع يعني كده برضه يعني. كنت بترافق بقى الشيخ الله يرحمه على طول؟ وكنت برافقه على طول، وطبعا بس بنسمع بقى القدام الناس الأفاضل عليهم رحمة الله يعني. بعدين البيت بقى بيجوا القراء الكبار في مصر، زي مين كده ايام الشيخ يعني؟ كان بيدخل عندكم البيت يا مولانا؟ كان عم الشيخ حمدي الزامل. الشيخ حمدي الزامل وطبعا عم الشيخ شكري، الشيخ شكري البرعي، كان الشيخ محمد حصان، الشيخ محمد حصان الله يرحمهم جميعا. دول دخلوا البيت عندكم؟ امال ايه، يا سلام. وفضل. وبعدين بقى يعني انت صغير كده اتربيت على ايه دول؟ كنت بسمع ده كبار قوي. لا الناس حاجه كبيره قوي، انت بتتكلم عن اسماء جامده قوي ما شاء الله في عالم القران. عرفنا قيمتهم مع الشيخ عبد الرؤوف المنيع، وعم الشيخ سيد سعيد، الشيخ سيد سعيد، والشيخ عبد الشيخ عبد الرؤوف المنيع، ابو الشيخ عبد الرؤوف عليه رحمه الله المنيلاوي، والافاضل جميع الافاضل عليهم رحمه الله. يا سلام، كل دول دخلوا البيت عندكم كتير. قاعد بقى انت تسمعهم، وقعدتهم كانت قعدتهم عامله ازاي؟ الشيوخ قعدتهم دمها خفيف قوي على فكره، قعدتهم قعدت صفاء وحب وتحس ان هم ناس يعني. طب كانوا بيقروا في الاعداد دي ولا كانت اعداد فقط؟ لا اعداد للمسامرة للسمر والمرح وقعدة ود واكل وشرب ومشاكل اكيلة، ويقوم يطلع يخش السهرة وجمبري وما اعرفش ايه وشغل جامد. اهم حاجة دي طبعا. انا عارف المشايخ بقى خليتونا، انتوا عملتوا لنا الحاجات دي كلها. ربنا يديك الصحة محمد. الله يكرمك يا حبيبي. مولانا يعني حضرتك من طبعا يعني باين من قراءتك ان يعني فضلتك من مدرسة مولانا الكبير قوي الشيخ حمدي الزامل عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. نعم. انت كنت اتعرفت على الشيخ حمدي ازاي بقى؟ والله مش حمدي الزامل يعني من خلال الوالد بس. انتوا من بلد واحدة تقريبا. هو يعني يعتبر فيصل بس يعني حضرتك من محل الدمنة، هو من منيا بس يعتبر، والشيخ من منيا محل الدمنة، ما بلد بينكم وبين بعض خمس دقايق. ما فيش، لا هو كوبري بس يعني، فيش بس فقط. بس كان فيه لقاءات مع بعضهم على طول يعني. تمام. كنت بقعد معاهم، كان والدي بيسأل. اصل انا يعني رايح بيت حضرتك وبيت ايه مولانا الشيخ حمدي الله يرحمه، البيوت قريبة جدا ببعضها. ما هو كان عم الشيخ حمدي كان مثلا والدي يصاروا مع بعض فكنت انا بقعد في وسطهم. وكنت مثلا بتروح مع الشيخ حمدي برضو انا في كان في مناسبات، كان مثلا بتلاقى والدي مع عم الشيخ حمدي كنت اقعد معاهم، وكنت انا بحب عم الشيخ حمدي فعلا. اكيد يعني. اكيد. وكان فيه برضو كان حتى لما يجي ينادي يقول له خد يا شيخ احمد، مش كان حتى يلقبني كده. يا سلام. وانت صغير. الله. وبعدين كمان في حاجات برضو يعني الراجل ده بيجيني في الرؤيه كتير برضو. يا سلام. والله. لحد الان؟ لغايه الان. اصل انت بتحبه الشيخ احمد. هو يحب سكر، رجل صالح وكان رجل طيب، وكان يعني ايه مسامح. يا سلام. كان مسامح. وكانت قعدته حلوه ودمه خفيف كان قوي. وكان دمه الشيوخ كلهم دمهم خفيف. وبعدين كان راجل تحس ان هو بسيط، مش وانت دمك خفيف بس مش راضي تفتح بقى انت قدام الناس. عارف انا عارف. وبعدين هو كان يكون لوالدي لانك كله حب يعني، لان كان والده برضه من الناس اللي قلبها نضيف وكان بحبه يعني. نعم، اهل القران. الحمد لله. طيب بدات كده يعني لما بدات وانت صغير تقرا، بدات تقرا لمين او ابتديت انا يعني كنت بقلد مين الاول؟ الشيخ عم الشيخ حمدي الزامل. يا سلام. مين اولها؟ لدرجه ان يعني انا كنت وانت طفل صغير، لدرجه ان انا زي ما شفت القطر اللي ماشي على القضيب خايف لو بعدت عنه اقع. يا سلام. سبحان الله. ولذلك هو يعني ارزاق ربنا سبحانه وتعالى مقسمه، بس هو ربنا جعله سبب في بلاد كتير من بلاده. انت حضرتك مره قلت لي، انا فاكر والله يا شيخ احمد، اصل انت مؤدب قوي طيب، ربنا ان شاء الله عليك. قلت لي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الشيخ حمدي سببا في الرزق اللي انا فيه. في ربنا بيقول وجعلنا لكل شيء سببا. صحيح. قلت لي اولا هو اللي انا فيه اولا برضو عشان هو بركه دعاء الوالدين. الحمد لله. الحمد لله. وبركه القران. ايوه.
ويعني في بلاد كتير يعني وانا بقرا يعني مثلا في اي مكان يقول لك الله يرحمك يا شيخ حمدي. يا سلام. صحيح يعني. يا سلام. الناس بقى لما تسمعك يقول لك الله يرحمك شيخ حمدي. وحصل له نادره معايا، كنت تاني في بلد من البلاد يعني كان كنت يعني زعلت منهم، هم زعلوا مني في سهره من السهرات. نعم. والله يا استاذ محمد هذا حصل. نعم. جاني في الرؤيه وهو قاعد، وجه واحد من نفس البلد فبقول انتم، هو اللي بقول له انتم زعلين الشيخ احمد. يا سلام. والله حصل. شيخ حمدي راضي عنك. لا هو راجل انا بحبه كراجل، اصل انا كنت بحبه وهو صغير يعني وانا صغير يعني. لا وعنده ذريه ما شاء الله عليهم. لا ناس محترمين، يكفي ان هو يعني لا هم محترمين بصراحه. استاذ محمود والحاجه نهله والحاجه وبعدين يا استاذ محمد وزوجته زوجه صالحه ايضا، كل الافاضل اللي احنا تعلمنا يعني انا ليا الشرف الكبير انني شفت الناس دي وجلست معاهم، دي كفايه عليا يعني بصراحه يعني. والله صحيح. يعني انت مؤدب ما شاء الله عليك. ربنا يديك. تعلمنا منهم. والله. لا وانت يعني ايه تعلمت واضفت ما شاء الله. ربنا يسترك. الحمد لله. الخلق. الحمد لله. شيخ احمد لو احنا مثلا جبنا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين جواب يعني نجيبه ازاي؟ حاضر. اتفضل. وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا سلام. الله الله الله. وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا سلام. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. وما الله يفتح عليك، ايه الجمال ده؟ صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله، والله نور على نور الشيخ احمد ما شاء الله ما شاء الله عليك. الشيخ احمد حضرتك سافرت خارج مصر في القراءة؟ سافرت. رحت فين؟ والله انا سافرت كم سنة لبنان. لبنان. حتى كانوا طالبيني السنة ده 10 ايام بس يعني ما اختلفنا يعني ما فيش نصيب يعني. ما فيش نصيب. تمام. وسافرنا ايران. وكان معايا تأشيرة باكستان برضه. نعم. فالحمد لله. الحمد لله. وطبعا هي مصر بالنسبه لنا هي طبعا الاساسي. مصر ام الدنيا طبعا. امال ايه؟ في لبنان حضرتك كنت بتقرا يعني في رمضان ولا غير رمضان؟ لا في رمضان. وسجلت تسجيلات هناك في الاذاعه بتذاع حاليا. بتذاع في اذاعه لبنان هناك ما شاء الله. وكنت بتروح في رمضان بقى يعني صلاه المغرب والعشاء اللي هي الصلوات الجهريه؟ لا هو كنا مثلا امسيات مثلا بين الاقامه وصلاه العصر بنقرا. وكانت اساسيات بقى كنا في حطينا كنت مع تاشير كنت مع المفتي كان حطينا في ختم القران الكريم مع الختام. يعني كنا نصلي العشاء ياذنهم يصلي ركعتين السنه وبين السنه والاقامه اقرا. كانت الاذاعه دي بتسجل كل ده. يا سلام. اذاعه لبنان عشان كانت بتسجل عشان مع مفتي لبنان. مع المفتي لا وكان الختام كان كلهم جزء كان على دي على الهواء مباشره يعني. ده على الهواء. يا سلام. إمكانية جامدة يا شيخ أحمد. كان سنة كام يا شيخ؟ كانت سنة 2000 و2001 و2002 و2003 كده. ما شاء الله. طب ما كنت تلبي الناس طيبين دول. والله هو زي ما تقول اسم محمد برضو يعني
والله الحمد لله احنا الحمد لله ربنا لله. في بركه القران هنا وفي معيه القران الحمد لله. الحمد لله انت مقبول ما شاء الله، الناس بتحبك جدا الحمد ما شاء لله. الله عليك الحمد يعني لله. يعني طريقتك طريقه جميله، امكانياتك طبعا. الشيخ احمد انا عارف ان حضرتك ما درستش المقامات كدراسه يعني قدام. لا والله هو طيب يعني ازاي بقى بتظبط النغم ده يعني؟ والله هو شوف يا استاذ محمد أنا يعني انت قلت لي دلوقتي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بعده طرق. نعم. فحضرتك بتضبط هذه الطرق ازاي؟ والله هو احساس وتوفيق، اول توفيق من ربنا، وانا سماعي لان انا سمعت الناس القدامى كلهم، لان كنت انا بحب اسمع. ولو جيت تبص لحضرتك انا عمري ما بسمع ليا اي شغل، انا اسمع الناس القدامى كلهم وبحب اسمع لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي ولو في حتى تدخل لاوضتك وتاخد المسجل بتاعك. لا والله كده اهو من عند الله واحساس. جميل. حتى برضه في ناس يعني كان في مره مخرج تلفزيون برضه كان بيسمعني، كان في ميتم وانا ما اعرفش هو بيشتغل ايه، فبيسالني بيقول لي انت دارس؟ قلت له لا. قال لي مش معقول؟ قلت له والله مدارس، هي من عند الله كده. يا سلام. احساس احساس. ولما اكون عاوز اخش للحجاز اجيبه ازاي، وما اخش كده والصبا اخش له ازاي. يا سلام. يا سلام. فديت فضل. وبعدين كان كنت معاد في وسط العمالقه عليهم رحمه الله، كان يقول لك اهم حاجه يمشي وروح، اهم حاجه تقفل القفله ما تروحش. ايوه القفله ما تروحش منك. دي اللي بتضبط كل حاجه. اهم حاجه انك انت يعني تخرج من الآية بقى وانت سليم. ومش عيب ان انا اسمع حتى لو سمعت النغمة من حتى لو شباب طالع امبارح حتى مثلا. ما فيش عيب ده احنا تمام. كلنا ما تمام. فيش بقى استقرار. مولانا الشيخ احمد الوقت بيجري معاك بسرعة، ووقت ربنا كله بركة وعيد وجو جميل، ربنا يجعله عيد سعيد على أمة محمد. يا رب امين. وعلى مصرنا ويحفظ مصر يا رب. اللهم امين يا رب. احنا الحقيقة قلنا الفرحة فرحتين، فرحة عيد وفرحه بمشايخنا اللي شاركونا في ربنا قران الفجر. الصح. فاحنا بنقدم لحضرتك كده شهاده تقدير متواضعه، ربنا يديك الصحه، وبنقدم لحضرتك درع قناه الرحمه، وانت يعني شرفتنا وانستنا مولانا. محمد ده هو المفروض احنا نقدم لكم، لان انتم تعبتوا معانا ومع اهل القران، فربنا يبارك لكم يا رب. مولانا ديت شهاده تقدير متواضعه مكتوب فيها يسر قناه الرحمه الفضائيه إهداء هذه الشهادة إلى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم شعبان، تثميناً لجهوده في خدمة القرآن الكريم ومشاركته المتميزة في برامج القناة، المدير العام الأستاذ محمود حسان، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. ده هو المفروض أنتوا تاخدوا الدكتور محمد والدكتور محمود وأنت فضيلة الأستاذ محمد والعاملين، أنتوا اللي تاخدوا شهادة تقدير على تعبكم وخدمتكم للقرآن لأهل القرآن في شهر رمضان. احنا خدامين القرآن. لا ده احنا خدامينكم، لأن فعلاً انتوا عملتوا عمل ما حدش عمله. الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. وده درع قناه الرحمه مقدم لحضرتك برضه بالمناسبه الكريمه دي. ده شرف لنا كبير يا استاذ محمد، ونشكر حضرتك وربنا يجزيك خير، اهل القران خير. الله يخليك. وسلامنا الدكتور محمد حسن، ربنا يديه الصحه ويشفيه، والدكتور محمود والعاملين كلهم ربنا يجزيهم خير عن خدمتهم لأهل القرآن. الله يكرمك يا حبيبي، بيحبوكم والله يا مولانا، وبلغهم كل سنة هم طيبين وعيد سعيد وفي الامتداد على طول في الشهر إن شاء الله. يا رب ربنا يتقبل يا رب، وعبال العام القادم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. تفضل يا مولانا. تفضل يا حبيبي. تفضل يا حبيبي. تفضل. نورنا وشرفنا. ربنا يديك الصحة. الله يديك الصحة. يا أهلا بك يا محمد. ربنا يبارك لك. أنت شرفتنا. ربنا يديك الصحة. وأنستنا في الحلقة ديت. ربنا يبارك. وزي ما قلت لحضرتك الفرحة فرحتين. الحمد لله. فرحة بالعيد وفرحة بوجودنا كده مع أهل القرآن. الحمد لله. شكرا جزيلا مولانا. ربنا يديك الصحة. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وربنا يجعلكم على طول في خدمة القرآن، وأهل القرآن إحنا في خدمتكم يا رب. الله يخليك، ده إحنا اللي خدامينكم. ربنا يديك الصحة. لا إزاي جزاك الله خير على العمل اللي انتوا عملتوه، عمل طيب الحمد لله، وعمل روحاني فعلا. نعم يعني الحمد لله. حسستوا الناس في المنازل ان هي فعلا في شهر رمضان في صلاه الفجر في روحانات الفجر. الحمد لله بارك الله. وربنا يتقبل منا جميعا يا رب. متشكرين شكرا. ربنا يديك الصحه. بارك الله فيك. الله يديك الصحه. مشاهدينا الاعزاء، في ختام هذه الفقره من فقرات هذا البرنامج المبارك في عيد الفطر المبارك، لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شيخنا الحبيب الفاضل القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان، القارئ في مصر والعالم العربي والإسلامي. ونلتقي مع بعض في فقرة أخرى من فقرات ملتقى العيد.
مرة أخرى أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات عيد الفطر المبارك، وما زلنا متواصلين مع حضراتكم وهذه الجلسات الطيبة المباركة مع أهل القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل القرآن وأن يحشرنا معهم وأن يجمعنا في عليين دائما وفي جنات النعيم. معي في هذه الفقرة أخي وحبيبي، وأعتقد أن هو آخر وجه دخل التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، الشاب الجميل بخلقه الجميل، بخلقته الجميل، بسماته ومميزاته الجميل، بصوته، أخي الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. يا هلا ومرحبا، كل عام وانت بخير، منور يا حبيبي، نحفظك كل سنه وحضرتك بخير، ان شاء الله عليك، مبارك عليكم جميعا يا رب. يا رب كل عام وانت بخير يا حبيبي. السلام استاذنا، قدم كده تحيه وتهنئه للناس والوالد والوالده والكل. والله بقول للشعب المصري كله كل سنه وهم طيبين، وعيد مبارك عليكم جميعا وعلى الامه الاسلاميه. وطبعا اهنئ في المقام الاول والدي ووالدتي لانهم اصحاب الفضل في كل شيء. نعم، الأب والأم دول هم كنز بالنسبة لأي شخص. نعم، ما بال إن هم يعني من الصغر وهم حريصين على يعني حفظ القرآن الكريم بالنسبة لي، فيعني هم لهم الفضل. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل لي في عمرهم وأن يبارك لي فيهم. حضرتك شيخ أحمد قلت لي قبل كده أنه الوالد كان حريص جدا أن هو يعني حفظك القرآن الكريم. نعم. من وانت عندك كم سنة تقريبا؟ يعني من 4 سنوات. عندك 4 سنوات؟ يا سلام. والله خدني من وأنا في سن 4 سنوات وداني الكتاب بتاع القرية. قرية أبو زيادة. أبو زيادة، حضرتك فاكر كنت بتقول لي إيه الآية، إيه اللي هي إيه بتقول لي افتكرها بآية إيه؟ أقول لك أنا لو نسيت الاسم تقول لي الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة، أيوة. لكن طبعا شتان زيادة النظر لوجهه الكريم في سبحانه وتعالى، في كفر الشيخ طبعا. وبعد طبعا 4 سنوات مشيت شوية في الكتاب طبعا، والتحقت بالمدرسة. المهم يعني ما ختمتش القرآن ختام جيد إلا على سن 12 سنة. 12 سنة. في الفترة دي بقى حفظ كده طبعا الأطفال زي ما أنت عارف. وانتقلت من الكتاب، رحت الشيخ تاني جنبنا اسمه الشيخ دسوقي. وبعد ما خلصت عند الشيخ دسوقي رحت الشيخ محمود هاشم عندنا في المسجد الإبراهيمي في دسوق. ومن الشيخ محمود هاشم إلى الشيخ إبراهيم عبد الرحمن الشافعي في نمر البصل مركز المحلة، ده كانت آخر محطة، لأنه هو ما ينفعش تروح بعد الشيخ عبد الرحمن الشافعي لأي واحد خالص. يا سلام. والله الكبير بقى. لا ده حاجة موسوعة. يعني تتخيل ان احنا كنا جميع طلبة الأزهر بمراحله. انت حضرتك يعني في الوقت دوت كنت في الأزهر وفي نفس الوقت بتدرس قرآن؟ انا طلعت طبعا طبعا، فالحمد لله يعني تميت والتحقت بمعهد القراءات، خدت عالية القراءات ان شاء الله، وعينت في الأزهر مدرسا بالأزهر الشريف. بسم الله ما شاء الله. وموضوع بقى قصة الإذاعة كانت أمنية حياتي صراحة، يعني أكيد. لأن المفروض التعب والجهد يكون في حاجة مفيدة. يعني بدل أنت ما بتسمع بلد أو اتنين، ما تسمع الكون كله. فكان هدف في دماغي وكان يعني في أمنية حياتي موضوع الإذاعة. كويس. فقدمت في 2002، فخدت مهلة 6 شهور برضو للتلوين في الأداء والإحساس بالمعنى، حاجات كده في الموسيقى يعني هم بيحبوها يعني. فظبطت نفسي شوية كده وفضلت ماشي. طبعا السن كل ما بتكبر سنة عن سنة بتزداد خبرة والكلام ده. تمام. فربنا أكرم وقدمت في 2006 برضو لم أجتاز. والله. والله الله، ده أنا بحس أنت قدمت قريب. 2006. في 2006. ده مشوار طويل بقى. مشوار طويل. وبعد 2006 طبعا لما رفضوني تاني، بعد ما أنا حاسس معلش، لجنة الإذاعة طبعا من ده تخصصهم وشغلهم. مين اللجنة اللي رفضتك ديت الشيخ أحمد؟ هو كان في الوقت ده في الفترة ديت كان الدكتور المعصراوي. وكان
كانت مجموعه كبيره، الاستاذ ابراهيم مجاهد، الدكتوره هاجر سعد الدين، كويس، كان الاستاذ محمد عبد العزيز، كانت في الفتره في الفتره دي دول اساتذه كبار. طبعا فانا طبعا ما بيفوتوش يعني، لا ما بيفوتوش، لا فانا مبسوط يعني. انا يعني زعلت في نفسي ولكن انا عاجب نفسي. طبعا في ملاحظات قالوا لك عليها وده كلام جميل. طبعا هم انا مش هعارضهم في شيء ولا هم يعني مش متحدين، لان انا ما اعرفهمش ولا هم يعرفوني. تمام صح. هي الناس اصلا بتبحث عن أصوات جديدة بس. تمام. فأخذت الموضوع بصدر الرحم وبيني وبين نفسي يعني إيه اللي ناقصك، إيه اللي كده، إيه اللي كده. فبدأت يعني إيه أسمع كويس ومشيت أمور كويس في الفترة من 2006. فالحاجة والدتي بقى ربنا يديها الصحة 2006 رفضوك خالص؟ قال لك يا عم لا لا يلا بره ما مهلة تنفعش؟ لا ده مهله. ولا قال لك ست شهور وتعالى؟ لا مهله، مهله ست شهور. ورحت بعد ست شهور؟ ما رحتش بعد ست شهور. يا سلام انت دقيقا عارف يا احمد. فالمهم ربنا اكرم والحاجه قالت لي اقدم تاني بس وسيبها على الله. فقعدت كام سنه كده قدمت تاني. ففين في 2011 يا سلام. ايوه والله. يعني حوالي خمس سنين لقيت الجواب. ما قدمتش خالص انت بقى الفتره دي؟ بقى انت بتشتغل و طبعا شغال ممارس مش المهنة. على الشغل مش المهنه. قصدي بتطور بقى. ايوه طبعا طبعا بتطور. والسماح طبعا عليه عامل كبير من الاساتذه الكبار. فربنا اكرم وقدم. فلما جاني الجواب في 2011 فانا استقبلته يعني بايه، قلت هروح تاني وهيرفضوني تاني وانا كده ايه، انا خدت نصيبي وخليني زي ما انا وانا كويس كده. فالحاجة قالت لي انت هتخسر ايه؟ حاجة الوالدة. الحاجة الوالدة. انت هتخسر ايه؟ انت مش هتخسر حاجة. روح. يتوكل على الله اهو مشوار. كويس. وانا داعية لك. خلي بالك انا جاني الجواب وكان اللي بتختبر فاضل يومين. فقلت لها يا حاج، قالت له روح وان شاء الله موفق. والله زي ما بقول لحضرتك. صادق. اتوكلت على الله ورحت. كانوا عاملين الاختبار في اذاعة طنطا. عندكم بقى قريب منكم في طنطا في مبنى الاذاعه. حضرتك في السوق من طنطا للسوق يعني هو ده كان شيء جميل. ان الاذاعه تتجول في الاقاليم عشان تدور على اصوات. الله. فانا يعني قلت يلا اهو مشوار وانا ونصيبي. فروحت. انا رايح ما انا مش عارف نحقق ايه. ده في وجود استاذ محمد عويض اعتقد مش كده؟ كان استاذ محمد عويض موجود. استاذ ابراهيم مجاهد برضه كان موجود. استاذ ابراهيم مجاهد والشيخ المعصراوي كان موجود برضه. كانت كوكبة كويسة يعني. المهم ان انا رايح الـ 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 الاختبار وما انش عارف انا هقرأ ايه. يا سلام. ايه والله. مش رايح كده مش ما انا قلت هيعملوا معايا زي المرة اللي مع اني حاسس ان في تطور لكن انا برضو يعني. لسه هاي بالموقف. لسه مش. فروحت لقيت برضو بعض الزملاء المتواجدين. دخل واحد واثنين وثلاثة. المهم دخلت بعد منهم. فانا ايه وانا قاعد كده فانا ربنا الهمني قرات والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. صعبه يا شيخ. طبعا اللي بيقرا اي واحد بيقرا بيقرا حته خفيفه عشان يعرف ينطلق فين. رايح فين؟ فأنا قلت داخل فين؟ فانا قلت ايه انا يعني بيني وبين نفسي بقى لو فيه نصيب ده هو توفيق من الله. لو هتقرا فما لكم في المنافقين فئتين. ربنا هيوفقك. ما انتش موفق لو هتقول ان للمتقين مفازا ما انتش معاك. يا سلام. هو النصيب ما فيش كلام يعني. بس انت جايب حكم وحكم شرعي. والله يا استاذ محمد ربنا فتح علي لدرجه ان انا مانيش عارف. انا بقول مش انا اللي بقرا. يا سلام. اي والله. قريت ازاي فاكر؟ ممكن اسمعك واكمل؟ ما هو انا بقرا يعني نظام الاذاعه. طبعا اما خدت مهله ست شهور فطبعا بسال الاساتذه برضه والشيخ الكبار بقى. قالوا اداء الاذاعه غير اداء الليالي. الليالي تمام. صح السهرات لابد صحيح. انك ده شغل اكاديمي. ايوه سيبك من شغل الليالي والشغل كلمه جميله. أيوة. شغل اكاديمي. هنا واحد زي الكتاب. زائد واحد يساوي اثنين. قرانا عربيا غير ذي عوج. الله. ما فيش مط في الحروف، ما فيش مبالغه في النغم، ما فيش الكلام. فحاجه اسمها اداء اكاديمي محترم، في احساس بالمعنى، في اداء تصويري لايات القران الكريم، فيه وقف وابتداء، في شغل منظم. اما الشغل اللي بتعمله في الليالي ده ما يمشيش. طب قريتها ازاي ممكن ولا مش فاكر؟ فاكر ايه مش فاكر ايه ده؟ لا مش فاكر. ده حاجه الواحد ما ينساهاش. لا عادي يعني بنقرا يعني عادي. قلتها ازاي يا شيخ احمد لو سمحت؟ انا قرات يعني اكاديمي غير شغل. لا اقرا 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 زي ما انت قريت يعني مثلا. انت عايز ولا ولدت نفسها ولا اللي انت قريتها في اللجنه قدام اللجنه بتاع الاذاعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. صدق الله العظيم. يا سلام. يعني دي قراءة بقى بالحرف، قراءة بالسنة، قراءة تطلع بالملي، تطلع على رأي أستاذنا عمار الشريعة الله يرحمه، نعم، كان يقول بالملي، نعم، تطلع واحدة واحدة، ما فيش نشاز، ما فيش لحد ما تطلع فوق كويس، وتحاول تجيب نغمتين ثلاثة خمس أو دقايق متهيألي ايه؟ خمس دقايق؟ لا حوالي، انا هما طبعا اللي بياخد خمس ست دقايق، انا قريت حوالي زي 12 او 13 دقايق. مسموح لك؟ لا مش مسموح لك. مال. هو ما بيلاقوا القارئ كويس بيسمع، فبيسمع بيسمع اه. اصل طبعا دي لجنه وعارفه، انت بتنعرف اذا كنت شيخ ولا مش شيخ. خلاص من الاستعاذة، من الاستعاذة على طول. تمام. فطبعا اما بيلاقوا واحد كويس وبينقل كويس وماشي كويس، عشان يحكم بيسمع عشان يشوف بالظبط جواب يا شيخ، يجيب جواب طويل مش عارف ايه، مهد الختام. فطبعا ده لجنه لابد ان صح. فربنا اكرمنا، عديت في اللجنه دي، ما بقتش بقى يعني، قعدت 3 4 ايام وبعدين بلغوني. فطبعا مين اللي بلغك يا شيخ؟ الاستاذ محمد حمد عطيه، استاذ محمد هو كان في اللجنه ده. فبقيت فرحان، قال لي يا شيخ بنفس اللفظ كده، زي ما ابهرت اللجنه في القرء في اللي في الصوت، عايزين حضرتك تبهرهم في الحفظ في القران. آه. مش هوصيك بقى. شد حيلك، الله يقوي. تمام. فبقت البشره يعني ايه، شجعتك بقى. شجعت. بدات تراجع القران بقى. لا انا القران ده ما بنسبش انت بالنسبة، ما بتسيبوش انت نهائي. قلت لي قبل كده صحيح. فروحت اللجنه، كان الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، الشيخ الطبلاوي، وكانت مجموعه كده برضو موجوده. فالشيخ عبد الحكيم قال لي ايه ظروف القران معاك؟ قلت له يا مولانا خلي بالك لجنه جامده قوي. طبعا قوي، ناس افاضل، ناس افاضل اساتذه كبار. فالشيخ ايه، فالشيخ عبد الحكيم قال لي ايه، قال لي عموما انت باين على وشك القران. قول يا عم، وما سلام. محمد الا رسول. فالشيخ الطبلاوي قال له يا عم ده بيقروها في الليالي، نقله حاجه تقيله شويه. فقال له نبدا بالسهل يا شيخ، نبدا بالسهل يا شيخ، طول بال. فالشيخ عبد الحكيم، فقريت شويه. ازاي قريت ازاي؟ معلش يعني اوصف لي، انا عايز وصف تفصيلي يعني. هو قريتها ازاي؟ الترتيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق العظيم. ترتيب من سمعوك بقى. فسابني 3 4 آيات، فقال تاني قول يا مولاني، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مين فضل الشيخ الطبلاوي؟ لا الشيخ عبد الحكيم. الشيخ عبد الحكيم. فالشيخ عبد الحكيم. فقريت 3 4 برضو آيات، ما فيش بفضل الله، ما فيش، ما وقفتش في حاجة خالص. فبعدين الشيخ الطبلاوي قال قول يا مولانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فقلت 3 4 آيات، فالشيخ عبد الحكيم قال إيقف.
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ طلع لي ما في الآية من أحكام. والله أحكام بيسأل مالي. فبدأت أشرح الأحكام. أنا طبعا مدرس في الأزهر. أنت أستاذ قراءات أصلا؟ ربنا يخليك. ما شاء الله. فشرحت الآيات. فقال ما شاء الله. قال خلاص مش سألينك. فالأستاذ السيد صالح الله يديله الصحة كان مقرر اللجنة في الوقت دي. قال له احنا لسه في النص يا مولانا ما ينفعش. اسأل كمان سؤال في الآخر. اي فقال قول يا ابني ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فقلت 3-4-5 آيات. فقال لي انت عشان عجبتني انا هسألك سؤال كمان كويس. بس اختياري وليس إجباري. طبعا هو ما بيلاقي قارئ متمكن او واحد مميز صح. فبيحاول بقى يشوف مقدار متانه حفظه. صح. فقال لي ان الله كان عليما حكيما. يا نهار ابيض. اي والله يا نهار ابيض. فين طبعا انا عندي اصلا الحاجات دي بدونها. يا سلام. الحاجات دي كل ختمه بختم لازم اطلع حاجه. يا سلام. اي والله ان شاء الله فضل الله يعني. فقلت له سيدنا 4 في القران 2 في النساء واحده في اول الاحزاب واحده في اخر سوره الظهر للانسان. يا سلام عليك يا الله الله. قال روح يا ده الله يفتح عليك وعلى علمك. يفتح عليك وعلى اهلك. اي والله الحمد لله. فخلصنا من اختبار القران بفضل الله. بلغوني بعدها انا عرفت نفسي نجحت من الوضع. طبعا ورحت سجلت نص ساعه الحكم عديت من اول مره. الله بفضل الله. اي والله الله. سجلت أول أما قريت قدام اللجنة والوالدات ورضعن أولادهن وعديت قلت الربع ده وشه حلو عليا والله لازم أبدأ بيه. لا في النص ساعة. لا في الربع ساعة. في الربع ساعة. بدأت بيه ربع ساعة عدي. الله. ربع كامل من أوله لآخره. الله. جيت تاني ربع سجلت تاني ربع عدي. تالت ربع كان فيه تصليح. طبعا اللجنة الموقرة. أما بتشوف قارئ مجتهد خلي بالك في قارئ ممكن يروح يسجل ربع ساعة وعلى ما يعدي من اللجنة وبلغوه اذا كان عدى او في تصلحه ممكن يقعد شهر شهرين ما يروحش. مشغول مش عارف ايه الكلام ده. طبعا ده تكاسل. طبعا والعمل ده مش عاوز تكاسل. ف تاني ربع عدي تالت ربع طبعا خلي بالك بقى انت عجبتهم في لجنه القران في لجنه الصوت هي في لجنه القران في نص ساعه بتاع الحكم عدى من اول مره اول ربع ساعه عدى من اول مره تاني ربع ساعه من اول مرة. انت بتعلم معاهم اصلا خلاص افتكروك والاسم مميز الاسم ده كويس ليه كويس. خلاص ترتيبه كويس فهم يعني هم حبوك خلاص. تمام. يعني اقتنعوا بك انت كويس. عديت من القرآن ومن الصوت ومن النص ساعة من اول مرة الكلام ده خلاص يعني ايه يعني. فالمهم جيت في تالت ربع كان فيه تصليح عمد عرض للسكون طويل مني شوي. فقف هنا فروحت عملتها تاني اسبوع مباشره. يا سلام. والله خلصت الربع الثالث الربع الرابع عد كويس الربع الخامس كان فيه تصليحتين برضه. رحت عملته عديت في نص ساعه. في النص ساعه بقى القارئ ما بيعدي نص ساعه خلاص بقى بيبلوا الاولويه في العرض. ليه ده خلاص طلع نص ساعه ده عايز يطلع هوا بقى فبيخلصوه عشان يطلع هوا الاذاعه عاوزه مشايخ يعني صحيح. صح. يعني هم عاوزين مشايخ صح. تطلع هيقعد ليه او هو هي خد بالك مع انهم ماشيين في العرض ما شاء الله بصوره طيبه لكن بتاع النص ساعه ده ساعه ما يخلص تسجيل بيعرضه له على طول. تمام. ودي كانت فرصه كويسه لكل القراء اللي دخلوا نص ساعه. فانا سجلت اول نص عد كويس لا اول نص كان فيه تصليح. اي تاني نص اللي عدى مع على طول. تالت نص رحت 6 مرات. يا والله 6 مرات يا حبيبي. خلي بالك يا استاذني. انا ما طبعا لما الواحد بيروح يصلح فبيزعل بينه وبين نفسه طبعا يعني عاوز يخلص وبتاع لكن انا في نفسي بستفاد. الناس ديت بتسجل قدامها الربع مره واثنين وثلاثه وتخش في الانصاص دي بتؤهلك انك تكون قارئ اذاعي لائق صح بتجردك تماما من الشوائب اللي عندك بتظبطك لان احنا اتعلمنا حاجات في فتره التسجيلات ديت لو كنا قعدنا نقرا بره 100 سنه يا سلام ما كناش هنتعلم. والله يا اساتذه كبار قوي لجنه متخصصه شغلتهم متخصصين بل حضرتك. فبفضل الله خلصت النص ساعه 6 مرات. نعم. دي الغنى دي زياده الماده دي جت مش عارف ايه الوقف ده كذا رحت 6 مرات في نص ساعه وانا مبسوط مش زعلان لاني بتعلم. فعشان كده بفضل ربنا اكرمنا واجتزنا وخلصنا على طول الحمد لله. الحمد لله الف بركه الله يبارك وموفق ومقبول ما شاء الله عليك. الله يحفظك. واحنا شاكرين لحضرتك مشاركتك معانا في قران الفجر. احنا شاكرين لحضرتك كرمك معانا في بيتك ونشكر الوالد والوالده اللي اكرمك
بيحترمونا كتير. انتم اصلا اهل الكرم. انت اهل الكرم. انت مره انا بقول لك يا شيخ احمد اهل القران كلهم يعني كرماء. قلت لي يا استاذ محمد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انه ايه؟ لقرآن. قلت لك انه لقرآن كريم. فاكر الموقف ده ولا لا؟ مظبوط. فاحنا يعني عرفانا بجميلكم وتثمينا لخدمتكم للقرآن بنقدم لحضراتكم كده شهادة تقدير متواضعة ودرع من قناة الرحمة مع تقديم خالص الشكر لحضرتك. ربنا يخليك يا استاذنا. كل سنة ومعاليكم طيبين. الله يخليك. كل سنة ومعاليكم طيبين وعيد مبارك عليكم جميعا مع الأسرة الكريمة. دي شهادة تقدير يسر قناة الرحمة الفضائية تقديم هذه الشهادة لفضيلة الشيخ أحمد عوض الفيوض تثمينا لجهودي في خدمة القرآن الكريم ومشاركتي المتميزة في برامج القناة. المدير العام الأستاذ محمود حسان، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. تفضل يا حبيبي. كل سنة حضركم طيبين. الله يخليك حبيبي. ده برضو درع من قناة الرحمة الفضائية لحضرتك مكتوب عليه بقى خالص شكر التقدير إلى فضيلة الشيخ أحمد عوض أوفيض. كل سنة حضركم طيبين. كل عام وأنتم بخير. صحة وسلامة. كل عام وأنتم بخير. تفضل أستاذنا. تفضل. احنا بنشكرك كتير يا شيخ احمد. ربنا يخليك. وفقره جميله ومتميزه ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا حبيبي. مشاهدينا الاعزاء في ختام هذه الحلقه المباركه في عيد الفطر المبارك لا يسعني الا ان اتقدم بشكر لحضراتكم اولا على حسن الاستماع والمشاهده ولضيفي الحبيب واخي الفاضل القارئ الشيخ احمد عوض ابو فيوض القارئ بالاذاعه والتلفزيون في مصر والعالم العربي والاسلامي. نلقاكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الفقرة الأخيرة من برنامجكم في عيد الفطر المبارك، وبنقول لحضراتكم مرة أخرى كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة هذه الأيام الطيبة السعيدة المباركة. نسأل الله يا رب أن يعيدها علينا بالخير والبركة والأمن والأمان والإيمان والنصر. زي ما قلت لحضراتكم هذه الحلقات في عيد الفطر المبارك هي حلقات بنهني فيها أحبابنا وحبايبنا في مصر وفي كل مكان من العالم العربي والإسلامي بهذا العيد المبارك، وفرحة أخرى إن احنا بنحتفل وبنكرم مشايخنا الأعزاء الذين شرفونا الحقيقة وتعاونوا معنا في برنامج قرآن الفجر، البرنامج الذي يعني تشرفنا بتقديمه في شهر رمضان المبارك. ومعنا في هذه الفقرة شيخي وحبيبي وأخي الفاضل فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير. كل عام حضرتك بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير والبركة دائما، وأن يجعل أيامنا كلها أفراح وأعياد، وندعو تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. بتدعي لنا كده في بداية الفقرة الجميلة ديت ونسمع الصوت الجميل اللي متعنا فيه الفجر. يا رب يا رب يا أمل الضعاف ويا مجيب نشكو ضعفنا نرجو السلام العاجل يا
يا رب واحفظ مصرنا من كل شر. يا رب تقبل، يا رب يا رب تقبل. احنا بنشكرك انك انت شرفتنا في قرآن الفجر في مرتين في شهر رمضان المبارك. ان شاء الله يا رب كده نشوفك على خير يا شيخ عبد اللطيف، وتشرفنا في امسيات ولقاءات كثيره باذن الله تعالى. والله كانت بادره خير، يعني الموضوع كان ما شاء الله. حينما جاءتني المكالمه التليفونيه من حضرتك أن هناك برنامج سيكون خاص بشهر رمضان هو إقامة الشعائر في مساجد مصر كلها، نعم، ومشاركة من قراء ومبتهلي الإذاعة والتلفزيون المصري، نعم، كان لنا الشرف أن نكون في هذه الكوكبة المشرقة التي تملأ سماء مصر بكتاب الله تبارك وتعالى ومديح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فطبعا بخلاف بقى التعاون مع حضرتك على شخصك الكريم المتواضع الذي نفخر به، وأنا شخصيا يعلم الله أنني يعني أحبكم في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، قناة الرحمة والقائمين عليها جميعا. ونتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى فضيلة تعليمنا وأستاذنا وشيخنا من له فضل كبير علينا، ويعلم الله هذا الكلام يعني ربما فضلت الشيخ محمد حسن لا يعلم، ولكن يعني حدث بيني وبينه موقف من المواقف العجيبة. إيه هو بقى؟ قوله لنا بقى شيخ لطيف. والله يعني كنت في يوم من الأيام، وكان هذا اليوم موافق عيد ميلاد ابني. نعم. وكنت في هذا اليوم يعني امر مش بضيق، الحمد لله كانت يعني ظروف كده انا مش عارف اعمل له يعني ايه اجيب له حاجه، فانا نازل اصلي المغرب والعشاء في مسجدي، فبيقول لي مش هتجيب لي حاجه؟ قلت له ربنا يسهل. ابن حضرتك؟ اسمه ايه؟ محمد. كان في الاثناء ديت لسه صغير بقى، هو دلوقتي ما شاء الله في اولى كليه، يعني عاد راجل الموضوع ده من زمان، ربنا يخليه. فانا نزلت وتوكلت على الله ورحت المسجد وأذنت للمغرب ودخلت، أنا شايف قدامي كده واحد لابس جلابية رصاصي كده وعلى رأسه، بس أنا مش متخيل إن ده يكون مين، يعني مش عارف، ناس في جامعة كتير. مسجد إيه يا شيخ عبد اللطيف؟ المسجد اللي أنا أشرف بالعمل فيه مسجد طارق بن زياد. فين؟ في منطقة إيه؟ في منطقة عين شمس. في منطقة عين شمس، نعم. فبعد ما صليت المغرب وكنت أرتل في الصلاة من سورة البقرة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أحد رواد المسجد، أنا رجعت بقى صليت وقعدت ورا. فبيقول لي فضلت الشيخ محمد حسن هنا. قلت له محمد حسن مين؟ قال لي الشيخ محمد حسن. أنت مش متصور إن أبداً الشيخ أبداً. بتقول لي الشيخ محمد حسن مين؟ يعني أي واحد تاني يعني؟ محمد حسن ده أنا حد عنده في المنطقة. أنا مش متصور إن هو يجي ويصلي وراك. قال لي فضلت الشيخ محمد. قلت له فضيلة الشيخ محمد حسن هنا في المسجد؟ نعم. طب أنت ما قلتليش؟ قال لي ده أنا شفته بالصدفة بصلي جنبي. فأنا هميت وقمت جاري فلقيته مقابلني طالع بقى من المسجد. قلت له مش معقولة إحنا بلديات، وبعدين أنا يعني بموت فيك، ازاي تمشي كده من غير، طب حتى كلمتين للناس في المسجد؟ قال لي انا مرتبط بمواعيد، ولكن وانا بعد كده فجيت صليت المغرب واثنى على التلاوه وقال عباره لا انساها. قال والله يا شيخ انا سمعت قران غضا طريا وكانني اسمع القران ينزل من السماء في هذه اللحظه. الله الله الله، ما شاء الله. قلت له طب اشرف ان انا يعني لو انت رايح مشوار هنا قريب نروح مع بعض، او عايز يعني اغتني فرصه نقعد معاه. تمام. فقال لي انت مقيم هنا؟ قلت له انا من الدقهليه ومقيم هنا وبقالي كتير واتجوزت وخلفت هنا. فقال لي ابنك اسمه ايه؟ شوف قدر ربنا، يا سلام، سبحان الله. قلت له اسمه محمد. فقال لي طب فيه هديه لمحمد. يا سلام يا سلام، الله. نزل ادالي هديه محمد واعطاني شريط كان الفرقان الحق. خطبة مشهورة. يا سلام. استمرت العلاقة بقى ان انا توصلت عن طريق الشيخ عزت راشد لبرضك الشيخ احمد، وصارت العلاقة يعني ان شاء الله بنشرف ان احنا منتميين يعني في العلاقة ايه
الله يكرمنا قناة الرحمة والقائمين عليها وأهلها إن شاء الله. الله يكرمك. جمعنا الله وإياكم والسامعين والمشاهدين في جنات عدن إن شاء الله. يعني هذا موقف متعدد الحقيقة، الواحد لو علق عليه لا ياخد أوقات وأوقات. يعني شوف إيه أنه أهل القرآن وأهل العلم، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهذه أرواح ربنا سبحانه وتعالى سخرها لبعضها البعض. يعني شوف، سخر فضيلة الشيخ لأحمد، وانت بتقول انك انت في ذلك الوقت يعني صعبان عليك انك انت يعني مش قادر تلبي طلب يعني محمد. الله يخليك. وسبحان الله، انا لما رجعت وجايب حاجة حلوة بقى واشتريت بقى، يا سلام العملية هاصل بقى، يا سلام. فانا رايح، الله الله الله، فبقوله انت نازل بتقوله مهيش فلوس. قلت والله انا ما جبت حاجة، امال الحاجات دي منين؟ قلت يا ابني فضيلة الشيخ محمد حسان هو اللي جاب لك الحاجة دي. الله الله الله، مش الله. اظن محمد ما ينساش الموقف. مش متخيلين يعني. الله الله، انت تشرفنا الشيخ عبد اللطيف، ونحسبك من الطيبين الصالحين ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك يا استاذ. الله يخليك حبيبي. وبعدين قرينا بقى في قرآن الفجر، كنا فين؟ والله انا ناسي. احنا سجلنا، اصل احنا صورنا في كتير قوي. احنا سجلنا، كنا صورنا فين؟ سجلنا حلقتين كانت بدعوة من اخونا الشيخ عمرو جبران. الشيخ عمرو جبران في كفر جبران، كانت تبع الزقازيق. تبع الزقازيق. ايوه تمام تمام. حتى يوميها، ايوه تذكرت انا يوميها، حتى الشيخ عمرو قال لي شوف المئذنه اللي هناك ديت، قلت له ايه؟ قال لي دي المئذنه بتاعه الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. انا كنت بروح من طريق تاني، فهو قال لي لا ده احنا الطريق بتاعنا اقرب. تذكرت انا. صحيح، كانوا فجرين حلوين ما شاء الله. كان فجر مع فضيله الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وفجر تاني مع فضيله الشيخ هزه السيد راشد. موفقين والله، موفقين دايما. ربنا طب انا عايز اسمع ابتهال كده جميل في العيد، ونسمع الناس الصوت الجميل ده. والله انا صعبان عليا في ورق رمضان، فعايز بس اقول حاجه كده ايه، يعني اودعه بها وبعدين مع طيب بعض يعني. طيب ان شاء الله. فضل لو سمح المشاهدين يعني. نعم تفضل. يا شهر الصوم لما تجري، يا شهر الصوم لما تجري، يا أجمل أيام العمر، يا شهر صيام بالقرآن وقيام لعزيز رحمن. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والكرم، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والكرم،
تباركت تعطي تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي ورمزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. الله يفتح عليك. أنا طبعا يا شيخ عبد اللطيف أتذكر وأنا أيام ما كنت بصور قرآن الفجر إني اتصلت بيك أول مرة قلت لي يا أستاذ محمد أنا مريض وعامل عملية في الأحبال الصوتية أو حاجة زي كده، بس أنا أتمنى أجي معاك. فشوف أنت راجل مخلص على فكرة. الله يخليك. الله يجعلنا كبير. يا رب يا رب. وبعدين يعني إحنا يعني سبت حضرتك تقريبا أسبوعين أو أكتر من أسبوعين. اتصلت بيك بعد كده لإخلاصك الشديد ما شاء الله، قلت لي خلاص أنا أقدر أجي. يعني إيه حكاية العملية دي يا شيخ عبد اللطيف؟ والله الحمد لله وما شاء الله، يعني حضرتك كل التفاصيل لا تنسى حاجة، وده دليل يعني إن إحنا في قلبك. يعني إحنا بنحبك يا حبيبي. الله يخليك يا أستاذ. الله بنحبك. الله يخليك. جزاكم الله خيرا. الله يخليك. هو كان يعني فترة أخرانية كده كان في حصل بحة في الصوت، وكان زادت برضو الإرهاق الصوت الشديد، فكشفت مرة واثنين وثلاثة، وصلنا لحد يعني بتاع مثلا 7 مرات كشف. فتقرر إجراء عملية جراحية، كان فيه لحمية على الحبل الصوتي الشمال. فكان في أثناء الكلام لا يستطيع الكلام أن يخرج، أو الجملة اللي أنا عايز أقولها ما تقدرش تخرج كلها على بعضها، لازم كان يحصل بوجود اللحمية في الفراجة كانت تطلع الهواء مع الصوت، فيحصل انا كنت بسميها بالنسبه لي انتكاسه في الاداء. يا سلام. وبعدين بدا حسيت بها بقى وانت بتؤدي، كانت باينه معايا وكل اخواني من القران متهللنا لاحظوها. لاحظوها. وبعض المذيعين يعني الثقال مثل حضرتك نصحوني ان انا يعني اتوقف شويه وريح، ولكن ما حدش كان عارف تطورات العمليه كده. لحد ما رحت للدكتور برضه نحسهم الناس المخلصين، يعني كشفت عنده وقرر ان العمليه بسيطه وان شاء الله ما فيش اي مشكله ان شاء الله، وعملت العمليه الفتره الحمد لله اللي كان مقرر ان انا استريحها زي ما حضرتك قلت كده اسبوعين. انا ما كملت الشهر، وهو قال لي اول شغل في شهر 5، احنا سجلنا في 4. ايوه تمام. صح لصحيح. وكان في توفيق من الله انه كان برضك في ستر. انت سبحان الله بتحب القران وبتحب الذكر، فمش عاوز يعني تحرم نفسك ولا تحرم جمهورك من المتعة الكبيرة دي ما شاء الله عليك. والله يا أستاذ محمد، هو برضو قياسا على كلام حضرتك إن الواحد بيحب، فإن احنا بنحب جمهورنا وبنحب شعبنا وبنحب ناسنا. كنت لما كن في فجر ووالدتي تسمع الفجر، كنت لما كلمها في التليفون ألاقيها بتبكي خوفا عليها عشان صوت الوالده موجوده. الله يخليها. الحمد لله. الله يخليها يا رب. احنا ربنا كرمنا بسببها. ربنا يبارك فيها يا رب. كل اللي انا فيه ده وجودي مع حضرتك ده بسبب برضه دعاء. يا سلام يا سلام. ربنا يحبب فيك خلقه فاهم. ان شاء الله. الدعوه دي جميله. فكان تاثيري اكتر مش عشان حالتي، عشان حاله امي. ان هي متاثره بايه يعني صوتي، وتقول لي اكشف وشوف الموضوع ده ايه وبتاع. فالحمد لله يعني كرم ربنا ليا مش بعمل انا بعمله. نعم. انا بحس كده والله. تمام. لان انا حاسس ان انا يعني عبد مقصر في حاجات كتير جدا. الحمد لله كلنا مقصرين. يعني يا رب يا رب ربنا تاخذنا. نسال الله العفو والعافيه يا رب. يا رب. حضرتك شيخ عبد اللطيف في الاذاعه من سنه كام؟ والله انا اول تقديم ليا كان في 96، ولكن كنت برضو يعني عاوز اخش قارئ، لا مبتهل. لا اخذ مهله 6 شهور، الست شهور يقعدوا معايا 3-4 سنين. يا سلام. والله يعني كانت ايه مفيش الناصح اللي كان يبقى وراك مرارا وتكرارا. الى ان قابلت يعني رجل من الناس المخلصين، رجل يعني لا نزكيه على الله، والاستاذ سعد عبد اللطيف. ده بقى اصر وكان قائم بدور الاخ الكبير والوالد. يا سلام.
قال لي ما ينفعش تقعد وانا شايف امكانيات صوتيه واداء وفي احساس وكده ان شاء الله مع فضيله عم الشيخ محمود الخشت هم اللي ايه اللي قال لي لازم بقى على مجال الابتهال. كان سيدنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه برضه يعني كان دائما الحرص على انه يقول يا اخي لازم نسجل لازم تروح لازم فالحمد لله بيبقى في جنود كده ربنا يبعتها ايوه تمام ووقت معين ان كل شيء خلقناه بقدر فقدر معين في وقت معين في دقيقة معين كان لازم يعني نخش اصل موضوع الابتهال صعب شويه انا عارف انه عشان في بس يعني نغمات صوتيه وفي قرار وجواب يعني صحيح القران برضه صعب في القراءة لكن يعني موضوع الابتهال موضوع كبير شوية يعني عايز إمكانية صوتية وعايز دراسة أعتقد هو أي يعني واحد حضرتك يعني سواء قارئ أو مبتهل إن لم يهتم بعمله أو أي حد في أي تمام مجال في أي مجال إن لم يهتم هيكون بيأدي عادي صحيح فإحنا برضو القارئ في قراء ما شاء الله يعني اجتهادهم في مجالهم خلالهم مدارس ايوه يحتذى بها الى قيام الساعه ان شاء الله هي موضوع المدارس ده انا مهتم بيه جدا الابتهال برضه في مدارس الأمر. تمام فالاجتهاد في اي مكان محمود وفي تمام. اي مجال ان شاء الله ان شاء الله حضرتك يعني كنت وانت صغير كده بتقلد مين وانا صغير من القراء او المبتهلين اول تقليد لي في 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 في, في مجال القراءه كان في واحد عندنا في البلد كان اسمه سيدنا الشيخ إبراهيم مصطفى زياد نعم سيدنا الشيخ إبراهيم زياد ده ممكن حضرتك لو سألت المشايخ المحيطين برضو في أمة المنصورة لأنه كان مقيم في المنصورة نعم الرجل ده كان من جيل سيدنا الشيخ شكر البوراي الله يرحمه وجيل سيدنا الشيخ حمد الزامل من الناس دول بس ده اللي كان دايما ينزل بلدنا وكنت أسمعه وأنا صغير مع جدي نعم فكنت أحب أقلده ولكن طريقته كانت فيها مشقة شوية إنه كان بيقرب أسلوبه هو بقى بعد كده بقى تعلقت قلبا وقالبا بسيدنا الشيخ الشحات محمد أنور تمام ده في القراءة ده اللي كان بينزل عندنا برضه وكان أسلوبه يعني سمته لبسه طريقته هو كان جميل الله يرحمه يعني كل حاجة فيه ما شاء الله كانت صحيح. متمكنة من إن أنا أحب الراجل ده والابتهالات الابتهالات يعني كان ما كنتش برضو تطرقت ان انا اوصل المدارس الكبار ان انا اميز اسمع سيدنا الشيخ علي محمود او الفاشني او النقشبندي او الناس الكبار دول كنت احب سيدنا الشيخ ناصر الدين طبار وبعدها بقى في الجو اللي كان محيط بقى ومعاصر كان سيدنا الشيخ علي الزاوي سيدنا الشيخ وحيد الشرقاوي دول يعني واللي شدني بقى خالص سيدنا الشيخ عبد التواب البساتين ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب يا رب يا ده ما شاء الله الاحساس طبعا كله. طبعا شيخنا الحبيب كله متاثر في ذلك بنوجه له يعني التحيه والله على دماغنا طبعا طبعا الشيخ عبد الستين طبعا احنا يعني بنقدم لحضرتك شهاده تقدير من قناه الرحمه ومن الاستاذ محمود حسان وفضيله الشيخ الدكتور محمد حسان ودرع قناه الرحمه يعني تثمينا لجهد حضرتك معانا وخدمه القران ايضا بارك الله فيك وبنشكر حضرتك جدا على تعاونك معانا في برامجنا وعلى الرغم ان حضرتك يعني انا لا انساها ابدا وهنتذكرها دائما يا شيخ لطيف يعني طول عمري ان انت بعد عمليه في الاحبال الصوتيه وبعد اسبوعين بالضبط من عمليه والدكتور بيقول لك لا خليك شهر قلت لي لا يا استاذ محمد انا هاجي وكمان يعني مشكورا رتبت معايا الاثنين القراء اللي معاك كمان احنا بنشكرك كتير وبنقدم لحضرتك الهديه البسيطه ديت دي شهاده تقدير اهي يعني متواضعه لفضيله الشيخ عبد اللطيف العزب وهتان تثمينا لجهوده في خدمه القران الكريم ومشاركته المتميزه في برامج القناه المدير العام الاستاذ محمود حسان وفضيله الشيخ الدكتور محمد حسان على دماغنا يا رب الله يخليك الله يخليك ده درع قناه الرحمه مع حضرتك درع قناه الرحمه اهو يا رب كده يعجبك ان شاء الله خالص شكر والتقدير لفضيله الشيخ عبد اللطيف عازب وهدان اهداء من قناه الرحمه الفضائيه اتفضل يا حبيبي والله أنا بداية أشكركم كل الشكر وكل الامتنان
إلى فضيلة شيخنا وعالمنا أستاذ الدكتور الشيخ محمد حسان وأخي الأستاذ محمود حسان، وأخص بالشكر الذي أتاح لي الفرصة للمشاركة في رمضان وفي احتفالات عيد الفطر. أعاده الله عليكم وعلينا باليوم والخير والبركات أخي وحبيبي الأستاذ محمد السجيني. كل عام وانتم بخير. الله يخليك، الله يخليك، كل عام وانتم بخير يا حبيبي، كل عام وانتم بخير. الكلام ده كله جميل، ده كله أهدي إلى والدتي إن شاء الله وإلى روح والدي وشيخي الذي علمني القرآن، جدي إن شاء الله كان الشيخ عبد اللطيف برضه. الله يخليك. فمكرر إن شاء الله. تفضل حبيبي، تفضل، تفضل حبيبي، تفضل. ده احنا بنشكرك، احنا اللي بنشكرك على يعني تعاون حضرتك معنا، وانت مؤدب جدا الشيخ عبد اللطيف، وكلكم اهل القران مؤدبين ما شاء الله عليكم. بنحاول نلتزم يعني صفات اهل القران، وانتوا من اهل القران، احنا يعني بنحفظ القران ونمدح في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتمثل باخلاقه وصفاته يعني. نعم، هذا لعمري في القياس الشريع. نعم. طب احنا عايزين نختم كده ب يعني ابتهال كده دقيقتين ثلاثه كده، نسمع الصوت الجميل ده. يا مولانا. كل عام وانت بخير، شرفتنا يا حبيبي. خليك محمد، ان شاء الله كده كلنا لقاءات كثيره مع بعض ان شاء الله باذن الله. شاكرين، شاكرين، الشرف المزيد. بارك الله فيك. شكرا يا استاذ. مشاهدينا الاعزاء، في هذه الحلقه الجميله والممتعه، يا رب تكون يعني تكونوا اتمتعتوا كده واستفدتوا وتمتعتوا بقراء مصر العظماء، وقراء مصر ومبتهلي مصر، اللي هم
لهم صيت ولهم سمعة رائعة في العالم كل، يستمتع بهم العالم ويستمتع بهم المصريون جميعا من حسن الصوت ومن حسن الأداء ومن إتقان القراءة والذكر والابتهالات. يا رب تكون الحلقة أعجبتكم، بنشكركم كثيرا في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، وبنتقدم باسم قناة الرحمة والعاملين فيها جميعا لشيخنا وأستاذي وأخي الحبيب فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. بنتقدم أيضا بخالص شكر لمولانا فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، عضو مجلس إدارة نقابة القراء في جمهورية مصر العربية ونقيب قراء الجيزة وقارئ السورة طبعا في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. بنتقدم أيضا بخالص شكر لأخي الحبيب ويعني الشيخ الجميل صاحب الخلق الرفيع أيضا من عائلة الطاروطية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ في مصر والعالم العربي والإسلامي. بنتقدم لحضراتكم بخالص شكر والتهنئة، وكل عام وحضراتكم بألف خير، ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.